السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، شو أخباركم؟ قلت بغير الترنك، أولا بشيل المحلة، تستعمل هذي ال CRB 30 و 30، والجهة الثانية نفس الشيء، أوكي، بس قبل هذي معلق، اوكي معلق فوق، فتسحبه هذه القطعه، تسحبها خارج من جهه الكبسات، اوكي بيكون هني تحت هاي، بيكون في بلاستيكات، البلاستيكات بيكون على السكاريب المسامير، اوكي في اربعة تشيلهم ان شاء الله اياك، اوكي بس هني في لهذي لازم تسحبها من داخل، هني يبي لازم تسحبها من داخل وتشيل الافياش، اوكي في 3 افياش، اوكي واحد واصل لللوك مال ترنك، واحد واصل حق الليب مال شو اسمه ال اللوحة، واحد ثاني موصل ما ادري شلون اوريدي داخل، يعني اوريدي لازم بعدين اذا دخله مره ثانيه لازم تحط علاقه او شيء او حديده على اساس انه توصل لداخل هني على اساس تركبه مره ثانيه. شوف ذاك الثاني اللي هو واصل لداخل هني مفروض ندش له هني، اوكي ندش له هني فشغله شوي بس انه احسن التقطيع، قطع الوايرات توصل مره ثانيه احسن. وهذه السكاري، هذه الكبسات ممكن بعضها ينكسر اياك او انه مكسور بالاصل ما تدري، اوكي هذه القطعه تسحبها من داخل هذه ما في شيء.